قلقان قوي يا سليمان بيه. اما انك امرك غريب قوي خالص يا اخي، انت هتفضل طول عمرك قلقان كده ولا تكونش قلقان على الروايه الجديده بتاعتك؟ مش قلقان على الروايه، قلقان على كل حاجه يا استاذ. ليه بس؟ الدنيا على اعتاب حرب عالميه تانيه، ومش عارف الطياره هياخدنا لحد فين. طب واحنا مالنا ومال الحرب بقى؟ خلينا فنينا وبس. والفن اكيد هيتاثر باللي هيحصل حوالينا. وليه ما تقولش بس ان التاثير ده هيكون ايجابي؟ يعني مواضيع جديده، افكار جريئه، فلوس من هنا ومن هناك، اقبال اكتر على الترفيه، باختصار هيحصل رواج يا صديقي. اشك يا استاذ. ليه بس؟ ليه التشاؤم ده؟ عموما بكره تشوف، ركز انت في شغلك وسيبك من مواضيع الحرب والكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده. حرب الفن اللي بيننا بقت اكبر واخطر. اه في دي بقى انت عندك حق. بديعه بدات على تقيل، اجرت مسرح جنب الصاله وهتبدا عرض من بكره. وماله؟ ست شجاعه مش متردده زي بعض الناس. هتروح للافتتاح بكره؟ طبعا يا حضرتك انا معزوم. البديعه ولا كاريوكا؟ من الاثنين. ها تيجي معايا؟ لا يا عم، هكتفي بثبت ورد من بعيد لبعيد كده. ايه الاخبار جمالات؟ غرقانين في الورد من الصبح، ادباء وفنانين كله بيقول مبروك. هايل، انا عايز النهارده الافتتاح يكون حاجه تشرف كل الناس تحكي عنه. فين باقي الناس؟ على وصول. ما المدام كمان لسه ما جاتش. اه ما هي المدام هتيجي دلوقتي هي كمان على وصول، بس المدام المفروض تيجي تلاقي كل الناس مستنيينها. معلش احنا اللي جينا بدري شويه. اه هايل. فين 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 كاريوكا مال؟ كاريوكا عندها مشهد مع استاذ سليمان نجيب، هتخلصه وتيجي على طول. اوه، مشهد في يوم زي ده؟ تحيه مستاذنه من المدام. مش معقوله، انا مش قادر اصدق. تحيه بترهق نفسها زياده عن اللزوم، وده مش كويس على 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 صحتها. ما تقلقش على تحيه جامده. انت هتقولي لي دي فرصه؟ فرصه. الحقوني يا جماعه. مالك إيه؟ يا جولييت مصيبه، كارثه. خير؟ كفر الله الشر. ايه اللي حصل؟ ماما مالها المدام؟ رجليها اتحرقت. يا لهوي، انت بتقولي ايه يا جمالات؟ اهو اللي حصل يا توح، الراجل بتاع المساج الله يحرقه مطرح ما هو قاعد حط كميه كبيره قوي يا اختي من السبرتو على رجلها، وقعد يدلك لحد ما رجلها لهلبت. السبرتو بقى حرق رجلها كلها. يا حبيبتي يا مدام، الله يكون في عونها، الله يكون في عوننا كلنا. ده اللي افتتاح الليله يا توح. طب والعمل؟ الحلم؟ الدنيا كلها مقلوبه الليله دي. يبقى مفيش مسرح. طالما المدام تعبانه يبقى مش هتقدر تطلع على خشبه المسرح. هتطلع ازاي بس يا توحه ورجلها محروقه كده؟ ومفيش حد يقدر يقوم بدور المدام. دي بتغني وبتمثل وبترقص، ده كله كوم وسجاتها كوم، ده مفيش زيها. احنا مش هنقعد نندب زي النسوان، احنا عاوزين حل يا توحه. بقول لك ايه، احنا ناجل الليله دي. بديعه ما تاجلش. ايوه ماما، لكن حضرتك تعبانه. واحنا يهمنا صحتك برضه يا مدام. الافتتاح في ميعاده الليله. ازاي بس يا خالتي وانتي محروقه؟ تحيه هترقص مكاني. انا؟ ايوه انت يا تحيه هترقصي مكاني. وانت يا انطوان بلغ فتحيه الشريف انها تيجي عشان تغني مكاني. فانا هرقص مكان المدام؟ يا بختك يا دوحه. يا بختي ايه؟ هو انا قدها دي؟ ايوه قدها كاريوكا. المدام اختارتك علشان توقفي مكانها على المسرح ووثقت فيكي، يبقى لازم تنجحي. لازم. يا بنتي حرام عليكي، ارحمي نفسك شويه، بقالك اكتر من 4 ساعات بتتمرني. خايفه مرعوبه من المسؤوليه اللي حطتني فيها المدام. ما انت لازم ترتاحي شويه عشان تقدري تكملي، انت بقيتي تجري في رجليكي من التعب. مش عارفه اقول لك ايه،
بقيت حاسه ان ركبي دي بتخبط في بعضها من الرعب. يعني يا ربي المدام رجليها تتحرق واحنا اصابنا تتحرق هنا؟ يا بت البنات كلهم روحوا يرتاحوا وانا وانتي بس اللي قاعدين هنا زي قرد قطع. بقول لك ايه يا جمالات، لو عايزه تروحي روحي يا اختي، اما انا من كتر الرعب هقعد هنا لحد الافتتاح. انت كده تبقي بتنتحري. بقول لك هموت من الرعب. قبلتي ليه؟ خلاص طالما قبلتي يبقى خليكي بقى قد المسؤوليه. انا اتدربت على الرقص كويس قوي، لكن المدام عليها صاجات بتخلي الناس عايزه تسمعها حتى من غير مزيكا، وانا لو طلبوا مني كده مش هعرف. اخبار نجمتنا ايه؟ هموت من الرعب يا انطوان. لا انا ما اعرفش عنك كده كاريوكا، انا اللي اعرفه عنك انك ما تعرفيش المستحيل الا المره دي. هموت من الرعب فعلا، خليكوا جنبي. ايه يا توحة مالك؟ خايفة مرعوبة، حاسة اني ممكن ما انجحش الليلة دي. طيب ايه رأيك اعمل لك كاس؟ هو احنا فيه ولا في ايه بس يا انطوان؟ توع حبيبتي الصالة بره الكومبلي، فاضل لنا نص ساعة ونرفع الستارة، عايزك تبقي فريش. انطوان بقول لك ايه؟ قلت لك مش هطلع. أنا اللي هطلع. تطلعي زي خالتي وقلت رجلك محروقة وبتزكي. هطلع على المسرح وأقدم نمرتي يا انطوان. طب وتعملي في نفسك كده ليه بس يا مدام؟ عشان حضرتك خايفة يا توحة، والفنان لما يخاف ما يعرفش يقدم للجمهور بتاعه حاجة، ما يعرفش يبسطه. عرفتي اللي حصل بخصوص بدويه؟ خير يا اختي، حصل ايه؟ امها سابت المنزله ونزلت تعيش معاها في مصر. بجد يا مريم؟ ده الرئيس عامل الموصلها بنفسه. يا ما انت كريم يا رب. اهي برضه فاطمه الغلبانه تاخد بنتها في حضنها وتشبع منها. او النبي دي كانت مقهوره عليها قوي. واي قهره يا اختي، منه لله اللي كان السبب. طب ايه قولك بقى؟ ان البت دي وحشاني قوي. ومين سمعك؟ دي رخره وحشاني، دي ما بتروحش عن بالي خالص. طب ما احنا ناخد العنوان من الرئيس عامر وناخد زياره ونطب عليها. من النهارده حضرتك هترتاح، وانا اللي هنزل ارقص مكانك. يعني خلاص؟ ما كنتش خايفه يا توحه؟ لا، من بكره ان شاء الله حضرتك هترتاحي وانا اللي هرقص مكانك لحد ما تخفي وترجعي تنوري مسرحك بألف سلام. بالاصرار اللي انا شايفاه في عينيكي ده يبقى هتقدري يا توحه. مرسي قوي قوي يا بيه، كان نفسي قوي نبقى بالنهار كنت اعرفك على متحي. ده شرف كبير ليا، مره تانية ان شاء الله. تصبح على خير. وانت من اهل الخير. مين ده اللي وصلك يا تحية؟ ده بقى يا ستي سليمان بنجيب، وقف جنبي وحافظ عليا، علمني حاجات كتيرة قوي كويسة، ونفسه يشوفني فنانة كبيرة قد الدنيا كده من غير ما يكون له غرض منك. بيعتبرني زي بنته، وانا كمان بقيت اعتبره زي ابويا اللي مش بعتش من حنيته. قلقانة عليكي قوي يا بنتي. اطمني ياما، بنت الجدع. انا مش هرتاح غير لما اشوفك متجوزة يا تحية. انت بتقول ايه؟ كاريوكا انا جايلك دغري، أنا بجد عايز أتجوزك. تتجوزني؟ أيوه أتجوزك، أنا حبيتك وعايز أتجوزك. قلت إيه؟
غريب، ده انا فاهمك كويس قوي. قلت ملك الملاهي هيرسم عليا حبتين ولما ما يلاقيش مني رجا بخ. مش انت يا كاريوكا اللي اترسم عليكي، ولا انت اللي اتقالك بخ. انا بحبك وعايزك تبقي مراتي. بقولك ايه يا انطوان، انا الليله دي بالذات مش مركزه، عقلي مش فيا، كل تركيزي في الوقوف على المسرح. ربنا يستر. ربنا يستر. انا واثق انك هتنجحي. يا رب ربنا يسهل.